الوزة دي. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. رايحة الشغل النهاردة صح؟ اه ان شاء الله. حاسة اني بقيت كويسة وزهقت من قعدة البيت. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فايزة. صباح النور. الهام صحيت؟ اه بيفطر. اتفضل حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا جماعة. تعال اقعد افطر معايا. شكرا للهام. بالهنا والشفاء. ايه ده؟ هي نتيجة التحليل طلعت؟ ايوه. كلمت فريد الصبح عشان يبلغهم ان انا هستلمها. تحليل الدي ان ايه اثبت ان الشاب اللي كان هنا هو علي. اكيد نتيجة التحليل دي فيها حاجة غلط. ما هو استحالة اللي كان موجود هنا ده يكون علي. لا يا مروان، ده اكيد صح. المعمل ده مش اول مرة يعملنا تحليل من النوع ده. طب وبعدين هنلاقيه ازاي؟ ممكن حضرتك اكيد كنت تعرف هو فين قبل ما يجي هنا. للأسف العنوان المكتوب في البطاقة في اسكندرية. هو قال لي انه عايش هنا في القاهرة من سنين بس ملوش مكان ثابت، يعني كان بيأجر اوضة ساعات وساعات بيبات عند حد من معارفه. حتى لو كمال يعرف عنوانه، مادام قرر انه يختفي بالطريقة دي يبقى مش عايزنا نوصل. اكيد حاسس ان انتوا الاتنين مش طايقينه عشان كده بعد. كمال انا مش عايزة ابني يضيع مني تاني. ها انا ممكن اموت لو ابني راح مني تاني. انت لازم تتصرف. انا عايزة ابني يا كمال. انا عايزة ابني. ما تهدي يا ماما، مش معقول اللي انت عاملاه في نفسك ده. اهدى ازاي؟ ابني كان في حضني وانا اللي سبته يضيع مني تاني. اهدى ازاي؟ هيرجع يا الهام. كل اللي انا طالبه منك انك تهدي. واوعدك علي هيكون عندك في اسرع وقت. انا اذنكم. معقوله يا الهام؟ 20 سنه ما تعرفيش حاجه عن علي ورغم كده عندك يقين وايمان انه راجع؟ تفقدي الامل عشان غاب يومين؟ الهام ابننا راجع. وانا اللي بقولها لك دلوقتي وكل ايمان ويقين والله عشان انا اللي هرجعه. انا عايزك تروح شغلك دلوقتي وتعيش حياتك الطبيعيه لحد ما اكلمك واقول لك ان ابننا رجع. حكمتك يا رب. بقى الست بعد ما شمت نفسها وقلنا خلاص ربنا عوض صبرها خير، نقوم نعيده تاني من الأول. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. يا ده